عربي قاعدين ماشي يجين نهار ما نلقاوش مهندسين ذا كفاءة ذا تجربة موجودين في البلاد هذه باش يقودوا الاقتصاد. والكل يعرف أنك ما تجمش تقدم أي اقتصاد في البلاد هذه في الدنيا هذه إلا على ما يكون المهندس هو فاعل عليه. هيك علاش أنه نهار اليوم نطلبوا من الحكومة ومن رئاسة الجمهورية أساساً على أساس أنه باش يعطيه عناية قصوى وأولوية قصوى بالهندسة وبالمهندسين. احنا نعرف وضع البلاد، يعني ما رغم اللي نعرف وضع البلاد أنه يلزم العناية بالمهندسين. العناية تجي تكون أول ما تكون العناية المعنوية والأمور المادية بعد ما تتصلح البلاد هذه هالفترة الصغيرة متاع هالعام اللي احنا فيه، اللي هي إن شاء الله نخرجوا من الأزمة الخانقة اللي موجودة تو، وبحول الله وقتها يلزم المهندس يلقى مقامه وقدره. على كل هذا اللي حبيت نقوله. وفي الختام الحاجة الرئيسية، المهندسين تروا فيهم في التواصل الاجتماعي في كل تدخلاتهم أنهم مش مسلمين في حقهم، وأنهم إن شاء الله البلاد هذه تأخذ موقعهم بعين الاعتبار، وبالتالي إذا تحب تنقذ البلاد هذه تنقذ الاقتصاد متاعنا، أن ما عندناش حل كان نتلهاو بالمهندسين هذوما اللي هما مواصلين في النضالات متاعهم ومش مسلمين فيها. في الأخير نحب نعود الرحم على الشهيدين العزيزين علينا، أولادنا اللي هما بسام بوناطير وحمد فرحات رحمهم الله. المهندس حمد فرحات كنا كرمناه في المجلس الوطني السابق، واليوم إن شاء الله ماشي نلفتوا نظرة للخونة بسام الله يرحمه ونعمه الجنة. تفضل سي أمين ماشي قدمنا فيديو على تحركات خونة بسام.